بناء التفاهمات على أسس تقييم واقعية تتماشى مع ظروف الوضع الاقتصادي الحالي الذي بات ينشد ولادة بعض السياسات الممنهجة التي تساعده على تحمل التقلبات المالية والتحولات المفاجئة التي تمر في أجواء مجال الأعمال، أمر تداعى للوقوف على حيثياته مؤتمر بوابة الخليج بنسخته الأولى. مستثمرين جاءوا البحرين عشان يتعرفون على البحرين ويتعرفون على السوق الخليجي بشكل عام. ما في شك اليوم أن نشوف تحول اقتصادي كبير في إقليمنا، في جميع الدول الحكومات قاعدة تغير من دورها، تغير من طريقة عملها مع المستثمرين. فوق 500 من المستثمرين اللي جايين من حول العالم، بقينا أول شيء نخبرهم عن التغييرات اللي قاعدة تحصل في منطقة الخليج، الانفتاح للاستثمار، التغيير في البيئة التشريعية، ترحيب كل دول الخليج إلى الاستثمار في قطاعات لم تكن متاحة للمستثمرين من قبل، في التعليم، في الصحة. هذه أول هدف. ثاني هدف هو أن احنا نقدم لهم استثمارات محدودة، لأن احنا بنقيس نجاح المؤتمر ليس فقط في التجمع ولكن في النتائج. I just want to say thank you بحرين. تفعيل مبادئ الشراكة الشمولية بين القطاعين العام والخاص جزئية أخرى ينوي مؤتمر بوابة الخليج تسوية فصولها، فالعلاقة البائنة بين المجالين حتمية وطردية، كل منهما يستند على الآخر. هناك أفكار جديدة قاعدة تطرح اليوم في هذا المنتدى، أهمها هو التوسع في التعاون مع القطاع الخاص، وأن تطرح الدول رغبتها في أن تتحول من مزود الخدمة إلى منظم للخدمة. القطاع العام هو المشرع، هو المسهل، هو الذي يفتح الأبواب، وعلينا أن نشجع القطاع الخاص لأن يكون مقدام في استثماراته من خلال هذه التشريعات وهذه التسهيلات. نخبة من الخائضين في مجال الاقتصاد جاءوا بأوراقهم المثمرة لتكون لها من التأثير الإيجابي على مخرجات هذا المؤتمر ما يكفي لملء السلة التجارية بمخزون وفير من المنتجات والمشاريع الاستثمارية الكبيرة التي من الممكن أن ترى النور في المستقبل القريب. يأتي هذا المؤتمر كذلك في انعقاده في ظروف اقتصادية الآن مهمة، وبالتالي لابد أن تكون هناك استراتيجية واضحة. أعتقد أنه الجلسات الأولى والجلسة الثانية وضعت خطط، وضعت تصور في كيفية إدارة الأعمال، كيفية جذب الاستثمار الأجنبي، كذلك سياسة إدارة الأزمات. وبالتالي أعتقد أنه وجود هذا المؤتمر في مملكة البحرين في الظروف هذه مهم. جلسات نقاشية برع المؤتمر في ضمها حملت مختلف العناوين الثرية التي تمحورت حول نموذج الخليج الجديد وموائمة السياسة المالية مع النمو الاقتصادي واستغلال التكنولوجيا في الاستثمار وغيرها الكثير. تحت هذه القبة اجتمع المؤثرون من قادة الأعمال والمستثمرين الذين وقفوا على جملة من النقاط الحاسمة والفاصلة في كيفية بناء الفرص لاستثمار أوسع. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.